اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقتنا لليوم، واكيد طبعا لازم ارحب بزميلاتي. اهلا وسهلا فيك يا مها ويا اودي. اهلا وسهلا عبير، واهلا وسهلا مها. اهلا وسهلا ومساك الله بالخير، واكيد زميلاتي اليوم. وعندنا فقرات كثير واخبار راح نبداها مع هيئه المهندسين تطلق منصه تقن. طبعا صرح الامين العام للهيئه السعوديه للمهندسين طبعا عن اطلاق منصه تقن، والتي تتيح الوصول للمكاتب والشركات الهندسيه المعتمده والاستفادة من خدماتها، مساهمة بذلك في تشجيع المؤسسات الهندسية الصغيرة والمتوسطة كذلك والمكاتب الهندسية الفردية. جائزة عالمية للسعودية في تمكين المرأة تقنيا. حصلت المملكة على جائزة عالمية من الاتحاد الدولي للاتصالات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2020 لتمكين المرأة تقنيا. التعليم تطلق سلسلة لقاءات مع رؤساء الجامعات حول الابتكار والتنمية الوطنية. أطلقت وزارة التعليم سلسلة من اللقاءات مع رؤساء الجامعات بهدف تعزيز دور البحث والابتكار وأثره في التنمية الوطنية ورفع جودة التعاون المحلي والدولي في مجالات البحث والابتكار من خلال إيجاد الممكنات وتخطي الصعوبات. الإعلام يكرم الفائزين بجائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني. كرم وزير الإعلام الدكتور ماجد القصيبي عددا من الجهات والأفراد في جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني 90. خلونا نشوف هذا التقرير. يأتي هذا المؤتمر منصة افتراضية عالمية يجمع متخذي القرار، الباحثين، الأكاديميين، ذوي العقول النابغة، منصة افتراضية يتبادلون فيها الخبرات والمعارف والعلوم. حقيقة هذا الحراك يعني دافع أو ساهم مساهمة كبيرة جدا في دفع عجلة العمل الإبداعي في المملكة العربية السعودية، سواء على مستوى الصورة أو الفيديو أو حتى الصورة الفوتوغرافية أو حتى في مجال العمل المهني الإعلامي. جميل جدا وكل التوفيق طبعا للجميع. للمرة الثانية سعودي في لجنة تحكيم كأس العالم الفوتوغرافي. اختير المصور الفوتوغرافي السعودي طارق خوجة ضمن لجنة تحكيم كأس العالم الفوتوغرافي ممثلا المملكة العربية السعودية في محفل عالمي للمرة الثانية على التوالي. غدا بدء رصد مخالفة عدم التقيد بالمسارات على الطرق والمرور توضح أهميتها وعقوبة مخالفتها. حذرت الإدارة العامة للمرور بأهمية التقيد بالمسارات المحددة على الطرق، وأكدت بأهمية الالتزام بالمسارات المحددة أكيد إذ تساهم في الوقاية من الحوادث المرورية، ويقي من قيمة مخالفة تتراوح ما بين 300 و500 ريال. ديباتيكا كلينيك تطلق مبادرة تخطيط القلب بالتعاون مع جمعية السكري الخيرية. فتحت أبوابها طيلة شهر نوفمبر الحالي والذي يصادف شهر التوعية بمرض السكري لعمل فحوص تخطيط القلب لجميع كبار السن فوق 55 عام المصابين أكيد بالسكري في مدينة الرياض، مساهمة في التوعية من مضاعفات السكري على القلب بإشراف كادر متخصص بالأمراض المزمنة والسكري. فنانة روسية تحول برسمها التخيلي أميرات ديزني إلى أمهات.
حولت فنانة روسية شخصيات أميرات ديزني المعروفات عالميا إلى أمهات باستخدام ريشتها ورسمات تخيلية أكيد، وصرحت أنها ترى الأمومة تجربة ممتعة، فإذا أرادت أن تجعل الشخصيات المحبوبة عالميا يجربوها. للمرة الثانية طفل هندي يدخل موسوعة جينيس بعد تعرفه على أكثر عدد من شعارات موديلات السيارات من مختلف أنحاء العالم خلال دقيقة واحدة فقط. أكيد من جديد يحصل طفل بلغ من العمر 5 سنوات فقط من الهند على رقما قياسيا في جينيس بعد أن تمكن من التعرف على 50 شخصية كرتونية من مختلف أعمال الأفلام والمسلسلات الكرتونية خلال دقيقة واحدة فقط. خلونا ناخذكم مشاهدينا إلى تويتر مع فيديو من تصوير المصور فهد الطرفاوي من تبوك، وعلق عليه بطبعا بلدية مفرق الجهرة، ما شاء الله إحساس وشعور عالم ثاني. بردية مفرق جهرة ما شاء الله تبارك الله، اللهم لك الحمد. اليوم 2/9/2020 تصوير فهد الطرفاوي، اللهم لك الحمد والشكر ما شاء الله. شوفوا الربع حبات البرد، شوفوا ما شاء الله، شوفوا 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 ما شاء الله تبارك الله. شوفوا الضباب كيف ما شاء الله، الربع مستنسين، يا الله لك الحمد والشكر ما شاء الله تبارك الله. شوفوا شوفوا ما شاء الله تبوك، يعني دائما أجواءهم رائعة، وأكيد إن شاء الله راح نزورها في هذا الشتاء. وخلونا ننتقل مشاهدينا إلى الإنستغرام مع أسيل عمران اللي نشرت في ستوري طبعا فيديو لها بعد ما أعجبها نيو لوك الفنانة بلقيس بعد ما قصت غرتها وقررت أنها تسوي لوك جديد. هاي ستيف. هاي. جيت أبغى أسوي شعري عند ستيف، بس أمس في شيء انت سويته مغري، قصيت قصه لبلقيس وكثير طلعت حلو، الله يسامحك يا بلقيس، ابغى قصه بس خايفه جاهزه حالك زي ترى قصيناها بما انه التصويت كان قصيها سوي ترى. وفيروس كورونا ما زال ينتشر من بعد مهرجان الجونة، نشر الفنان آسر ياسين عبر ستوري في حسابه بالإنستغرام فيديو وهو يأكل بصل بدون ما يحس بأي طعم، وهو ما زال ينتظر نتيجة فحص كورونا. إن شاء الله تقوم بالسلامة. وإلى اليوتيوب مع مقطع لراقصة باليه سابقة مصابة بالزهايمر وهي تسترجع ذكرياتها من خلال إحدى المقطوعات الموسيقية.
ما نشبع على شيء شاب عليه. مشاهدينا لا تنسون تتفاعلون معنا على هاشتاق البرنامج برنامج سيدتي، ولا زالت فقراتنا مستمرة لليوم ولكن بعد هذا الفاصل.